عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كي كتشوفوا معنا حماتي اللي غادي توجد لنا واحد الاكله بلديه 100% ديال الافراح والمناسبات اللي ولات دارجه دابا على الموضه ولاو كيطلبوها لها بزاف في الاعراس. ها هي معنا وغادي توجدها لكم. السلام عليكم البنات، بخير بنتي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. الحمد لله والشكر لله. شنو غتوجدي لهم اليوم؟ دابا ان شاء الله نوجد لكم اليوم دجاج معمر في الفران. هاد الوصفه ولاو كيطلبوها في الاعراس بزاف جديده، ولاو كيطلبوها لي الناس في الاعراس والافراح. ما يكون عندكم ان شاء الله ان شاء الله. ودابا جوج الاطباق في طبق واحد. جوج ها انتم البنات، جوج الاطباق في طبق واحد دجاج بالصفه. المهم انا ما شايفه ولكن ما عارفاش كيفاش نفسر لكم. ها هي معانا غتفسر لنا في المراحل اون ديتاي وحنا غنشوفوا. دابا غادي ندوزوا باش نشوفوا المقادير. ها انتم البنات، دابا ان شاء الله غنفرجهم لكم. بالنسبه للدجاج مغسول مقدي مصاوب بالسكينجبير، عندنا اربعه ديال الدجاجات مغسولين بالملحه والسكينجبير وبيتين في الثلاجه. بالنسبه للمقادير شنو غتحتاجي؟ غنحتاجوا الكبده، غنحتاجوا القنصه اللي مسلوقين من قبل، الماء والملحه، شويه الحامض. وغادي نحتاجوا عاوتاني سميتو الشعريه الصينيه مسلوقه في الماء، ديال الرز كل ديال الرز والربيع القزبر معدنوس، شويه ديال الحامض مصير، شويه ديال الابزار، الازير الازير هذا الازير شويه مطحون، هذا ازير مطحون. وغنحتاجوا ضويمه ديال البقري، غنحتاج شويه ديال الزعفران الحر، شويه ديال المسكه الحره، شويه ديال الضويمه ديال الزعفران، شويه ديال الملحه والهريسه والثومه المعلومه. الثومه عجينه. غنحتاجوا الصوجه، صلصه الصوجه. غنحتاجوا شويه ديال الزعتر لا موطار، سميتو هذه القرفه، مطحونه، سكينجبير، خرقوم عرق، سميتو البزار، شويه ديال الخبز. المهم المقادير كيف ما شفتوه معنا هما هادو، وفيما غنزيدو شي حاجه راه غنوريكم شنو غنديرو. دابا غادي ندوزو باش نصايبو شرموله باش نعمرو الدجاج ياك. شنو غديري فيها دابا؟ دابا غنبداو بالسكينجبير. تما راه فايت لي دايره السكينجبير في الدجاج، غسلتيه بيه؟ غسلتو بيه ومرقدا فيه. يا البنات السكينجبير راه من قبل في الدجاج وغنزيدوه حتى في الشرموله. اصلا الدجاج كيبغي سكينجبير. هاد ما درتي سكينجبير مزيان. ها الثومه المعجونه، اللي ما عندهاش الثومه المعجونه راه تحك الثومه وغديرها، او الثومه غبره اللي توفرات ليها. البزار، غنحتاج شويه ديال البزار، مع كاينه الهريسه غنديرو غير شويه ديال البزار. دابا هذا القياس ديال ربعه دجاجات، وكل وغيدير القياس على حساب الدجاج. خرقوم البلدي، نديرو معلقه ونص، حيت غنديرو دومه الزعفران وغنديرو بقلاصه الزعفران الشعره ياك. غنحتاجو شويه ديال القرفه، قرفه مطحونه، نحتاج واحد شويه ديال الخل، الخل ديال الحامض. جهد معلقه كبيره بحال هكا في ربعه ديال الدجاجات. شويه ديال الموطار، دير قلبي على ظهرها والمعلقه، قلبي على ظهرها بحال اللي كديرو في الطياب في العراس، كتقضيو باش ما كان هكا باش ما كان صافي. هاد الدجاج هذا ولاو كيطلبوه الناس بزاف في الاعراس، كيجي زوين مميز مقارنه مع الدجاج المحمر المعتاد اللي كنعرفوه. غادي لها الزيت، هذه الزيت روميه ياك، زيت روميه، صلصة الصوجه، وعاده الدجاج المحمر العادي ما كداش فيه صلصة الصوجه. بعض المرات كنديرها ياك. الزعتر مطحون، غير اي ديرها راه كيما دوك العيونات كيخرجوا منها هكا كتخرج بها بالهاتف. حله حله هانتوما البنات، غدير شويه ديال الزعتر، غدير شويه ديال الازير. الازير حتى الازير كيتوات مزيان مع الدجاج، الازير والزعتر كيجي فيه بنات الاعشاب. ندير السمن، بسم الله البلدي، معلقه كبيره ديال الهريسه، شويه
شويه ديال الملحه غير شويه على خاطر كلشي فيه الملح. والصلصه الصوجه مالحه، السمن مالح، الحامض مالح، الدجاج مقطوع في الملحه، ردوا البال البنات في الملحه. غندير شويه ديال المسكه حره، غندير دويمه تاع البقري. البقري كيتسوات شويه مع، انت ما غتقولوا الدجاج ولا الدجاج؟ لا البقري كيعطي النسمه للدجاج احسن من دوامه ديال الدجاج. الدجاج حتى دويمه تاع دوامه الزعفران. الزعفران كتلصق هذيك. وشويه ديال الزعفران شعره ياك. شويه ديال الزعفران شعره، نخلي شويه ثاني. نحتاجو الربيع، الربيع ديرو غير معدنوس البنات، ديروش القزبر غير معدنوس، غير معدنوس. قد ما درتو معدنوس مزيان. هي الدجاج معمر كيبغي المعدنوس. حامض مصير، حامض مصير طريفات صغار. نحتاجو الزيتون، الزيتون مقطع. شامبينيون حتى هو مقطع. غديري لهم نيت الكبده والقنصه في الحشوه. هانتوما البنات بعد ما خلطت هادشي كامل نزيد عليه الشهيه الصينيه. صافي دابا هادي هي العمارة، هادي هي العمارة. هانتوما البنات غتجيبو الشهية ديال الروز. الشهية ديال الروز راه هي اللي كتكون زوينة مكتعجنش. واحد الملاحظة، إلا كان عندكم الوقت غديروها في الصباح وديرو لها الما بارد. الشهية؟ آه. كتطلق بالما بارد. كتطلق بالما بارد، ولكن خص كاين الوقت. خصها الوقت مثلا إلا غتخدمي بها في العشية تلقيها في الصباح بالما بارد. كنتي مزروبة ديريها في الما سخون. ديريها في الما سخون وكلها. دابا راه كلشي ولا مزروب. المهم البنات كيشتو هي تخلط هادشي مزيان باش غادي تعمر به الدجاج، ياك ما غادي دير شي حاجه اخرى. لا غنزيد شويه ديال الزيت البلديه. شويه ديال الزيت البلديه. يلا دابا ندوزو باش نبداو نعمرو الدجاج. هاد الدجاج هذا ما غيطيبش في هذا، غيطيب في الفران. فران الزنقه كيعطي شويه ديال الماء. بالنسبه اللي بعيد عليه فران الزنقه اللي طيبو في الدار ماشي مشكله، رد معاه البال. سقيت ردي معاه البال وصافي. البنات بعد ما نصيفط الفران ان شاء الله غادي نعاود له واحد، ملي تبغي يمشي الفران تعاودي له شي دهنه من الفوق. من الفوق مول البنات كنظن انا فكره واضحه ديال العماره، فيها الكبده والقنصه، الشامبينيون، الزيتون، الشعريه فيرميسيل والتوابل والمعدنوس. خلاص راه باينه هاد العماره هادي كتجي بنينه صراحه، كتجي غزاله، غير جربوها ما غتندموش عليها. دابا مابقاوش بنادم شي يديرو داك الدجاج محمر عادي، الدغميره والدجاج خاوي. دابا الناس كيبغيو يبدلو. لا الدغميره هاد العماره والزوار جديد بصح، الناس كيبغيو يغيرو شويه. وكل وجهدو كل واش كيبغي يدير. ودابا كيف ما شفتو غنكملو التعمار ديال هاد الدجاج هذا كامل، وغنوريكم شنو غنديرو من بعد. هانتوما البنات بعد ما كتهت الدجاج وكتفتو قديتو، على ما نديرلو ديك الدهينة تا من يبغي يمشي الفران، أنا غادي نصب سميتو الدغميرة. دابا البنات مبقاليش الدجاج، دايرة غير هادشي القشيوشات وهادشي ديال سميتو باش غنصب الدغميرة. هادشي راه غير بيناتنا ماشي أصلا الدغميرة كطيبها بهاد القشيوشات هادو ياك. ومتيح الدجاج غيمشي الفران مغيطيبش في الدار، غير هاد الدغميرة لي غطيب في الدار. كيشوفو دارت الكبدة والقنصة مسلوقين والعنيق مسلوق وبصلة صغيرة مشلضة، ملحة دويمة ديال الزعفران، سكينجبير، العطرية ديال الدجاج بزار وسكينجبير الخرقوم البلدي والثومة.
بزاف، ما غاديش نقوي منه البنسين، ثم ندير غير شويه. نخرقوا من البلدي البيضي. درت دويمه تاع الزعفران، انا نزيد شويه الخرقوم. هذاك عنده البنه ديالو والاخر ديال الزعفران الاخر حتى كيقرب الطغميره طيب، وكنديرها طبعا تحت الزيت النباتيه فاش يتقلى هادشي كامل. من بعد عاد نديرو سمنه. صافي دابا هادشي غفيه يتقلى، من بعد غنتمر غادي يتقلى هادشي. غنطيح شويه البصله عاد باش نزيد الطغمريه شويه معاه. ملي غيتقلى هادشي غتزيدي له هاد البصله هادي هنا، جوج حبات ديال البصله كبار مشنفين، غنزيدوهم لهاد الطغميره هادي بعد ما غتقلى ياك. صافي غنزيدو لهاد الطغمر وديك الساعه من بعد غتطغمر ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما درنا دابا الدجاج راه هو صاوبناه، الطغميره هي كطيب. انا كنصاوب الصفه ديال اللي غتجي فوق الدجاج، ما بغيتش نطول عليكم. انا درت جوج تخويرات، هذه راه سميده ماشي كسكسو. هانتوما البنات هذه راه سميده رقيقه ماشي كسكسو، ما هي باش بغيت ندير الصفه، ما بغيتش نطول عليكم. انا درت جوج تخويرات كما العاده، كديروه في الاول عادي بحال الكسكسو ميس عادي بالزيت وبالماء وداكشي. جوج تخويرات درت ليها، دابا انا كنعاود فيها التخويره الثالثه. نتوما غديروا غير قياس، حنا راه كثرنا حيت بغينا لحاجه اخرى. هانتوما البنات دابا نتوما غادي تشدوا هاد السميده بحال هكا، بعد ما تفورات وتلقات من بعد غادي نبقى ندلك فيها هكا، حيت غنحتاجوا على شكل السفه ماشي على حش... ماشي بحال هكا الكسكسو. مزيان ما تخبوا تعجن والو، غير دلكي وعيطي لي يدلك معاك. دابا ما غتفهموا والو، ولكن هاد هاد السفه ديال الكسكسو هي اللي كيتزوق بها الدجاج من الفوق. غتبقاو معنا حتى الاخر وغتشوفوا كيفاش غتجي. المهم هي دابا غدلكها مزيان. واش غادي دير لها الحليب ولا شنو؟ اه غندير لها الحليب، غندير لها الحليب دابا باش غنسقيها هذا الحليب، وفي الاخر غنديروا لها الحليب يسلي. هانتوما البنات فرجعوا تقسمين ولا اكثر، وانا كندلك فيها. ما تخافوا لا تعجن ولا يطرى لها حتى شي حاجه، قد ما دلكتيها مزيان على قجاك الدليك تيساعد، حتى كتشدو السفة كديرو لها بحال هكا كتلقاوها مجموعة. هانت حتى كتشدو كتلقاوها مجموعة. دابا أنا غادي نزيدها الحليب، وعود فاش غديري الما ديري الحليب، عاود بقا تحليها بالما كتحليها بالحليب. هانتوما البنات ما تخافو لا تعجن لا والو، هانتوما راه حبه لا خسر. صافي دابا غديرها تفور. اه دابا شويه غتشرب هاد الحليب هذا، على ما تشرب شويه الحليب وغادي نردها تفور. صافي سمعتوا البنات، نخليوها غير تشرب شويه هاد الحليب بحال رشينا بالماء، غير تنشف شويه تشرب وغنرجعها تفور تفورة الثالثه. هذه هي الخلطه اللي غنديروا بها الدجاج. هذه هي الخلطه نتوما البنات، بعد ما درت واحد شويه الزبده د العبار، درت شويه ديال الهريسه، هزت شويه ديال المرقه من ديك الطغميره اللي كطيب، وشويه ديال التحميره، وخلطتها مزيان بها باش غادي ندهن الدجاج. الهريسه، الزبده، التحميره، وزيتي شويه ديال المرقه من الطغميره. هذه هي اللي غادي ندهنوا بها الدجاج، عاد نصيفطوه للفران. كتعطي داك اللون محمر وكتعطي داك التقرميشه. بغيتو البنات واحد يمشي للفران فاش يجبد مول الفران الدجاج يبغي يقلبو، كتلقاوش داك لاصوص ديال الدجاج طايب هابط من لاطا، كتهزي بالعشق وكتبقاي تسقي بيه الدجاج من الفوق. فهمتي؟ هذيك كتمشي عند مول الفران، هذيك اللي بالنسبه لها يكون طيبو في الدار ولا في الدار. داك لاصوص اللي كيهبط، ولا مشيتي انت للفران معاه ولا اللي شوفي، وهزي داك لاصوص اللي طاح وبقاي تسقي بيه الدجاج هكا من الفوق باش يقارب. صافي غندهنو ان شاء الله هذه وغادي نصيفطها للفران ان شاء الله، ومن بعد غادي نكملو لكم ان شاء الله سميتو. هانتوما البنات دابا هانت راه سميتو الدغميره هي كتوقف، هي باقا ما وقفاتش. غنديرو حجاج عويدات ديال القرفه منها، شويه ديال الزعفران الحار، شويه ديال السمن. صافي غنقادش ليو عليها هاد السمنه توقف تصحر وتوقف على خاطرها. شويه ديال السبيسه وقع قله. ماما وقتك دابا كيشوا وتفور. هانتوما البنات غنزيد واحد شويه ديال الزبده، شويه ديال الخنيشه ديال الزهر، هي شويه ما تقويوش بزاف حيت ريحتها مجهده، حيت مجهده. صافي غادي نزيد شويه ديال السكر،
صافي غادي نحلوها بشويه ديال الزبده وشويه ديال ساشيه ديال الزهر وشي شويه ديال السكر. صافي دابا واجد ما ترجعيش يطيب. لا غادي نرجع باقي رجعت تفور الاخرى تفور الاخرى منين سالي ونقولك سالي بلبن بنان. السلام عليكم البنات. دابا ان شاء الله حنا هاد الطغميره هي وقفات، هانتوما كتشوفوا الطغميره تعلكات. ودابا الطريقه ديال التزيين، عندنا هنا الشريحه، عندنا مشماش، عندنا سميتو اللوز، اللوز مهرمش مهرمش ومقلي، عندنا القرقاع، عندنا الزبيب، عندنا البيض، بيض السمان، عندنا اللوز مقلي مهرمش. قولي لهم كيفاش درتي الطريقه ديال التعسال. الطريقه ديال التعسال هذا راه طيبته شويه في الماء والسكر شويه ديال القرفه، والطريقه ديال التعسال ديالو هو الشريحه بجوج طيب سلقتهم بجوج في الماء والسكر شويه ديال القرفه شويه ديال مسكه حره. والطريقه ديال التعسال درت لهم سميتو العصير ديال الليمون، معلقه ديال النشا، شويه ديال القرفه، شويه ديال السكر كلاصي. صافي هذا هو اللي كاين. هذه هي الطريقه ديال التعسال. ودابا ندوزو باش نصايبو. عسلت المشماش بوحدو، عسلت الشريحه بوحدها، عاود عسلت القرقاع، عاود عسلت الزبيب، البيض وهذا. المهم دابا حنا ندوزو باش نزوقو وغنوريوكم. الدجاج فوق البيض فوق المشمش والقرقاع والشريحه وسميتو الطبق. هانت جوج الاطباق في طبق واحد، ها الصفايه مزوقه باللوز ومزوقه بالبيض السمان وقبلوا عليا. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى باش تقبلوا عليا وسمحوا لنا المحمى الله يسمح لينا منها وبصحتكم وراحتكم. الحاجه اللي بغيتو مرحبا بكم وقبلوا عليا. شنو غيديروا لك؟ لايك لايك ديروا لايك تعليق زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي قلت لكم، كيجي الدجاج محمر في الفران معمر بالشعريه وديك الدغميره اللي كندورها من الجناب بزليفات. وهذه هي السفه ديال الكسكسو اللي كتجي مزوقه في الفوق، يعني جوج الاطباق في طبق واحد. كنتمنى انه يعجبكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.